ايه شو طالعون شغل غني بابا يا ييلو المسايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين الله في حرمة بنت ناس متربية ومن عائلة أهم ترجع البيت بعد نص الليل أنا براويك يا طفوة يا شامبيه تراك متزوج ميك اب ارتسك شغلتها تعدل العرايس بالليل يعني يا دوب أخلص من ويوهن وأطلع قبل الساعة واحدة من الفندق سهرانة بفندق بعد أنتي متأكدة أنك تشتغلين ميك اب ارتس ما بيب فيتر تراك ما شفت الويوه اللي أصلحها هالمرة متأخرة أكثر عن كل مرة الخيضران المحناية بالداويج لا هذا ما ينفع يبالك شيء أقوى زينة هاي زينة هاي شيء إلا هذاك السلاح اللي ما ينطرع لا يبالك شيء أقوى جاروخ تلنجي أقصد العسو الشاخد لا يبالك شيء أقوى لا يبالك شيء غير انتي جلدك نفس جلد طبل الليوة هذا ما ينفع معك لا هذا زين خلك عيني لا هذا ما يأدبك الزنوبة الملتهبة ايه هذا اللي بيداويك يا فرس النهر لا 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 يا شامبي اي شيء الا هذا الشيء اي شيء الا هذا الشيء يا شامبي لو سمحتي خلاص فطح الكلب من الريايين الشعبية شوفوا لوين وصلنا الموضوع ما يضحك تضحكون عليها وكل واحدة منكن بلوتها أكبر من الثانية وعلى العموم أنا مو بحسن عنكم أبويا أنا طالعة الأولى في الصف ما يدري هدية هذا ناجح دور ثاني يبتلع هالدراجة خلاصة الكلام نحن الحريم الصبايا لو سمحتي زين نحن الصبايا مضطهدات بهذه الأرض ولازم نهاجر لمكان جديد بعيد عن الريايين كون الله واسع إيش قايل يعني وين تبغونا نسير هالمركبة الفضائية بتنطلق للمريخ قريبا لإنشاء مستوطنة بشرية هناك طيب وإحنا شي خصينا وكالة ناسا طالبة متطوعين لهالرحلة الأبدية ويشترط إن يكون عندهم استعداد لنسيان حياتهم
تعتقد يا ست فتو بعد كل اللي شفناه أنا وانتي على الأرض من هالعرارة بو عنبر وبو سعد ناسا ما بتلقى أحسن منه لتحقيق هذا الشرط؟ وهالشي اللي أنا وصلت لقائد الرحلة البروفيسور ماجواير من خلال مراسلتي له. وافق؟ أكيد، بس باقي موافقتكم وتوقيعكم على هالأوراق. لا لا لا، أنا أسمحوا لي أعتذر عن هذه الرحلة. قال إيه مريخ؟ أنا عندي فوبيا من السطوح، أطلع المريخ وأنا هبلة؟ لا لا لا، ما أبغى ما أبغى. في دراسة علمية تقول إن في جوف تربة المريخ مادة إذا حطيتيها على وجهك مو بس تعيد الشباب، تديمة للأبد يا رب. أيوة صحيح، تلخبط. أنا عندي فوبيا من الستاير ملونة بس. 5 4 3 2 1 0. المركبة لايف 1 تصبح الآن في الفضاء الخارجي دون أي مشاكل تذكر. Oh my God! ما هذا صوت النشاط؟ قطعت الإرسال الفضائي. يجب أن تجد معارة أخرى مناسبة غير الجناء لتفريق كل هذا الغضب والأنف الذي بداخلك. ها؟ ارتفعت النفخة؟ كل الحياة مو بالماء، لسر حياة عيونك. لو فكرت ونسيت، لو قلت ما حبيت المنا حباينا. هذه هي المستوطنة التي سنسكنها لبقية حياتنا. الرائدة جينيفر سترشدكن لمقر سكنكن. What's going on? ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟ أبغى أستخرج تراب الشباب الدائم الموجود في عمق المريخ. من الذي كذب عليك؟ الحفر ممنوع مطلقا داخل المستوطنة لعدم التسبب بتشقق جدرانها وتسرب الغازات السامة إليها. قال شباب قال، لماذا جالسات بوسط الطريق؟ شوف يا عيوني، احنا ما صدقنا افتكينا مريايلنا واسئلتهم ليش وكيف ووين. وبعدين يا الخدي، هاي ما يسموها باقلسي، هاي يسمونها بقلق، يعني حبيبي قشته. وشالين سامانا وفطورنا معانا. سمع انت ابي، خلنا نعيش حياتنا ونستانس. او بروفيسور، خذ عن السماعات يلا صون نفس. عوذ بالله، ماذا تفعلين يا كل مجنونة؟ إياك أن تفعلي ذلك ثانية. ألا تعلمين أن البيئة الخارجية للمريخ إذا تسربت للمكان سوف تقضي علينا في ثواني؟ والله حد ما حد خبرنا به. ألا ما يبدو أنكم ستجلدونني؟ هل رأى أحدكم كلبي تيتو؟ هو الوحيد الذي يريه أعصابي في مثل هذه المواقف المزعجة. آخر مرة شفته كان با هناك عند التوقة.
قبل ما تبيع لحم الثنتين هايت ويسووا مشاقيق تمزميز. جينا في سلام لنرجو لكم هؤلاء المصيبة. خذوهن سيرا بلا رجع. ايش بدبختي؟ انت ما تسمعين الكلام؟ بعد يا بعد نص الليل الحين تشاهدي على روحك. عفاري انقذيني دخيلك، ما بنتي قايدتنا انا في حمايتك. شباب وقف. هل الزنوبة الملتهبة؟ هل الزنوبة الملتهبة؟ لا، هل الزنوبة الملتهبة؟ لا. بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخباث. شوفي طيرتي الحمام ام الفؤادي. شوها حسبي الله عليك يا شامبي، زنوبتك الملتهبه تفلح حتى في النوم. Sayri, sayri.